رشدها إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وارض اللهم عن أئمتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الباقين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأخر الصلاة.